هذه النسخة للاستماع فقط، جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة. علوا صدى الشله وقوموا مهنيين، صفوا الصفوف. علوا صدى الشله وقوموا مهنيين، صفوا الصفوف بعرس عالي. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة. يا مرحبا أم سعود بنت الكريمين، يا شيخ تنبو وصافها عذب الأخبار. علوا صدى الشله وقوموا مهنين، صفوا الصفوف بعرس عالي المقدار. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة. علوا صدى الشله وقوموا مهنين، صفوا الصفوف بعرس عالي المقدار. يا مرحبا أم سعود بنت الكريمين، يا شيخ تنبصفها عذب الأخبار. وفي أم منير يا مرحبا شيخة زين، انت نصول الشام خاصة الأخيار. مبروك يا عبد الله منا ملايين، يا الشام يا فخر الرجاجل الكبار. عبد الله الحر المثالي في الميادين، الفارس المعروف في ميهاب الأخطار. ولك يا فهد مبروك جعل الهنا سنين، معنى الكرم والجود وأخلاقك أطهار. راعي فعول الطيب وابن العظيمين، عالي فهد في الناس قيمة ومقدار. ومبروك يا كل الخوات الميامين، شيخات فيها كل الأقوال تحتار. في أم فريد الطيب فوق الموازين، وأم خالد فالعطاء مثل الأبحار. وبأم فيصل ذوقي وأخلاقي عالي، وأم شادي حسنها فاق الأقمار. ومسيف يا حس القوافي بهنزين،